السعودية نحو الفضاء، ساعات تفصلنا عن انطلاق الرحلة التاريخية. ومحمد رمضان وسط جدل جديد سببه الاستعراض، وإيلون ماسك يكشف عن غلطة وندمان عليها ويعترف كنت أحمق كبير. أهلا بكم. ينطلق بعد ساعات حدث تاريخي سعودي عنوانه متصدر الأخبار والمنصات وكمان ترند، وهو السعودية نحو الفضاء. فرائد الفضاء السعوديين علي القرني وريان البرناوي سينطلقوا في مهمة AX2 نحو محطة الفضاء الدولية، ورح يكون معهم رائدي فضاء أمريكيين كمان على متن نفس الرحلة. هذه المهمة هي إحدى مبادرات الهيئة السعودية للفضاء، واللي انطلقت لتعزيز مكانة السعودية في مجال الفضاء وتطوير قدراتها ضمن رؤية 2030. الليلة رح ينطلق صاروخ فالكون 9 اللي بيحمل مركبة دراجون 2 في رحلة التنقيب واستكشاف الفضاء، واللي راح تستمر 12 يوم، وسيشارك فيها الفريق السعودي ب 14 تجربة فضائية، 6 منها في الدماغ والجهاز العصبي، و4 منها في الخلايا المناعية، وتجربة في الاستمطار، و3 تجارب تعليمية توعوية. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، مستعدين للانطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، تنطلق السعودية نحو الفضاء. هذا بخصوص الرحلة. أما عن رائدي الفضاء، فريانة برناوي هي أول رائدة فضاء سعودية عربية مسلمة، عمرها 33 سنة ومعها بكالوريوس في علم الهندسة الوراثية وتطوير وماجستير في العلوم الطبية، وبتعمل حاليا كمان في مستشفى الملك فيصل التخصصي كأخصائية في الأبحاث المخبرية. وكانت نشرت من ساعات تغريدة عن موعد انطلاق الرحلة، وطلبت من الناس متابعة التحديثات على حساب الهيئة السعودية للفضاء وأرفقتها بصورة لها. إحساسي بالفخر بهذه المهمة أكبر شعور أنا أشعر فيه. أهم محاور رؤية 2030 دعم المملكة العربية السعودية للمرأة، من أهداف الباحثين أو العلماء والمطورين اللي على الأرض يجربوا تجاربهم هذه في الفضاء. دوري الآن هو أني أمثل المملكة في هذه المهمة العلمية على متن رحلة AX2، وتعد هذه البعثات الفضائية هي أحدى ثمار هذه الرؤية، ويوصل طموحنا لعنان السماء. أما علي القرني فهو أول رائد فضاء سعودي يصل للمحطة الدولية، ومن مواليد سنة 92، وعنده بكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية في الرياض، وبيعمل مقاتل على طائرات F-15 برتبة نقيب طيار في القوات الجوية الملكية السعودية. علي كمان شارك مع متابعي على تويتر الكثير من التغريدات المتعلقة بالرحلة، بس يمكن من أكثر ما تفاعل مع الناس صورة شنطته اللي ماخذها مع الفضاء. ففي وسط كل الحماس والاستعدادات للرحلة، ما أحد جاء على باله رواد الفضاء إيش بياخدوا في شنطهم. وكان كمان شارك مع الناس مجموعة من التدريبات اللي عملها قبل ما تنطلق المهمة وكيف استعد لها. اختياري من ضمن برنامج رواد الفضاء السعوديين يعتبر أكبر إنجاز لي في حياتي. سأمثل وطني المملكة العربية السعودية في هذه الرحلة العلمية، وهي مسؤولية كبيرة جدا، نحمل راية كبيرة. وطبعا التفاعل مع علي وريانة كبير جدا، واسمهم وحساباتهم في كل مكان على المنصات، وجلسين بنشوفها في كل تغريدة وبوست. حساباتهم معنا جديدة نسبيا، والمتابعين عليها بعشرات الألوف لسه، لكنهم جلسين بيزيدوا بشكل كبير لحظة بلحظة، والمشاهدات والتفاعل مع الحسابات واضحة جدا. صورة علي اللي تكلمنا عنها مثلا عليها أكثر من 1,000,000 مشاهدة، وصورة ريانة اللي نزلتها من كم يوم لآخر يوم لها قبل العزل اللي بيسبق السفر للفضاء عليها أكثر من 1,600,000 مشاهدة. وعلى فكرة حتى الأطفال كان لهم نصيب من التفاعل، ففي طفل اسمه هاشم العلوي بيقول عن نفسه رائد فضاء المستقبل، طلع في فيديو ووجه نصايح لعلي وريانة قبل رحلتهم.
I've heard that you're going to the ISS, and the ISS stands for International Space Station. You have to learn a few things. And the ISS orbits 16 times every 24 hours. So when you're going to an ISS one day, you will see the Earth rise 16 times today. Like, you've been there for 16 times, but you actually been there for one day. And number two, if you want to eat things, don't eat things crunchy because the crumbs will go everywhere. So eat something that is small and you can squeeze it so it can get out. Like macaroni and cheese. Number three, don't use perfume because if you want to use the perfume that way, you'll just go the other, because that's why it's called microgravity. If you try for every action, there's an equal and opposite reaction. ريان وعلي شاركوا فيديو هاشم وشكروه على نصايحه ووعدوا انهم راح يلتزموا فيها. احنا معانا من مركز كندي للفضاء موقع انطلاق المهمة مراسل العربية حسين الطود. اهلا فيك معانا حسين، يوم يعني جميل وتاريخي، اذا تحكي لنا الاجواء عندك كيف؟ يبدو عندك حر كمان، الشمس يبدو قوية جدا. هو يوم تاريخي، خطوة عملاقة، والأجواء حماسية في ظل انتظار الرواد لكي يأتوا بعد ساعة ونصف تقريبا عبر مروحية إلى هنا إلى مركز كندي، حيث سيلوحون لأهاليهم ولأصدقائهم قبل أن يستلمهم فريق سبيس أكس على الساعة 1:15 لإجراء التحضيرات النهائية قبل الدخول إلى المركبة الفضائية، ثم الانطلاق بإذن الله تعالى إلى الفضاء الخارجي. طبعا هذه الأجواء كما قلنا صحيح هناك حر، لكن هناك أيضا نوع من الجو اللطيف اليوم كما أخبرنا العاملون هنا في وكالة ناسا. الصاروخ عندما سينطلق، صار إذا سمحت لي، هو يتكون جسده من مركبة فضائية دراغون، وهي أول مركبة فضائية خاصة لنقل البشر إلى المحطة الدولية الفضائية. عندما ينطلق الجزء الثاني من الصاروخ، وهو صاروخ فالكون، يتكون من قسمين. القسم الأكبر يتضمن 9 محركات. عندما يصل إلى ارتفاع 80 كيلومترا فوق سطح البحر ويصل إلى سرعة صوت مضاعفة إلى 10 مرات، سينفصل هذا القسم ليسقط في البحر، ثم يبدأ القسم الثاني ذات المحرك الواحد بالعمل لمدة 7 دقائق تقريبا، حتى يضع المركبة في مدار فضائي معين وينفصل هو أيضا بنفسه، ثم تتحرك المركبة تدور حول الأرض لتخفف سرعتها حتى تلتحم بالمحطة الفضائية، وقد يستغرق ذلك 16 ساعة. عندما يصل الرواد علي وريانا مع رائدي الفضاء الأمريكيين إلى المحطة، سيبدأون بإجراء اختبارات عديدة، 14 اختبارا يختبرون تأثير الجاذبية على الأعضاء البشرية، اختبارات علمية أخرى. هو برنامج طموح في الحقيقة يسعى به أكيد. بس حسين، إذا تحكي لنا، أنت ذكرت أنه في تحضيرات سبقت الرحلة وأنه لسه في تحضيرات لمن حيوصلوا الآن، إذا تحكي لنا عن هذه التحضيرات اللي سبقت والتحضيرات اللي بتنتظرهم الآن. التحضيرات التي سبقت هي تدريبات، هي إجراء محاكاة للاختبارات التي سيقومون بها، اختبارات للصحة الجسدية لرواد الفضاء، أيضا تدريب على كيفية قيادة المركبة عندما تصعد إلى الفضاء، كيفية إجراء المختبرات. هناك محاكاة يقومون بها على سطح الأرض. عندما يصلون إلى هنا سيقومون باختبارات أخيرة. الاستعداد كما قيل على موقع الوكالة الهيئة الفضائية السعودية هي انتهت البارحة الاستعدادات النهائية، ولكن هناك استعدادات ما قبل الانطلاق سيقومون بها عندما يستلم فريق سبيس أكس الرواد الأربعة. هي استعدادات روتينية أخيرة، اللمسات الأخيرة إذا صح التعبير، قبل دخولهم إلى المركبة،
في الصاروخ ثم بإذن الله ينطلقون إلى الفضاء. هذا إجراء روتيني. طبعا عندما تحدثنا إلى مسؤولين في ناسا هنا سألناهم هل يمكن يكون هناك تأخير، ناسا أعطت ويندو فترة زمنية، الصاروخ يجب أن ينطلق على الساعة 5:30 في توقيت فلوريدا، ولكن إذا تأخر قليلا قد ينطلق على الساعة 9:30 بتوقيت فلوريدا، ولكن هم يتوقعون بأن يكون اليوم جميل، بأن لا يكون هناك أي اضطرار لتأخير هذه الرحلة، يتوقعون أن لا تكون هناك مشاكل وتنطلق بخير وسلامة إلى الفضاء. وأهلهم موجودين حسين صحيح؟ حسين حيكونوا شايفين أهل ريانة وعلي. صحيح، الأهل سيأتون بعد قليل، سيكونون هنا في بالقرب من هذا المكان، سينتظرون أولادهم حتى يأتون. عندما يأتي الرواد سيلوحون لهم، لكن هناك مسافة أخبرنا الموظفون في ناسا، مسافة بسبب الابتعاد عنهم بسبب الأمراض، هم كانوا بحجر يجب أن يحافظوا على هذه المسافة، لن يقتربوا من العاملين كثيرا، سيلوحون من بعيد لكنهم سيرونهم، سيتحدثون معهم عن بعيد ثم سيدخلون إلى المركز حيث يستقبلهم كما قلنا فريق من سبيس أكس. طيب طبعا أنت باقي في متابعة هذا الموضوع وحتكون معنا كمان في النشرات القادمة وفي تغطية طبعا كبيرة على العربية لهذا اليوم التاريخي. أنا بشكرك على هذه المعلومات. كان معنا من مركز كندي للفضاء موقع انطلاق المهمة مراسل العربية حسين الطود. شكرا لك حسين. محمد رمضان نشر صور على حساباته وهو راجع من أمريكا بطيارة خاصة وجنبه على الكرسي رزم من الدولارات. الصورة أشعلت جدل كبير جدا وانتقادات مو أول مرة يواجهها محمد رمضان حقيقة، وهي انتقادات التباهي بالفلوس، وما حد عارف لو الانتقادات هي سبب أو إيش، لكن محمد رمضان رجع وحذف الصور وخلى بس صورة واحدة واضحة فيها الدولارات من زاوية ضيقة جدا. الناس انتقدت الاستعراض وخصوصا أنه في كثير ناس ظروفها صعبة ومصر فيها أزمة دولار، هذا غير تبعات التعويم. ومن بين الناس كمان اللي هاجموا رمضان كان الدكتور جمال شعبان طبيب بأمراض القلب اللي رد على صور محمد رمضان ببوست قال له فيه إنه يا ريت بالدولارات اللي معاك تشتري منظمات كهربائية للغلابة اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ. وجار رد على بوست الدكتور من محمد رمضان اللي طلب منه أسماء المستشفيات اللي بحاجة للأجهزة وطلب كمان رقم تليفون الدكتور، وقال الدكتور أنه تكلم مع رمضان واتفقوا أنه يزور إحدى القرى الفقيرة معه ويساعد الناس اللي محتاجين فيها وأنه رح يتم تحديد حالات طارئة عشان يساعدوهم. وقال كمان أنه اقترح على محمد رمضان تأسيس جمعية خيرية وأنه رحب بالفكرة كمان، والموضوع ما توقف هنا. لا، جدل الصور وصل لمكان رسمي، تحديدا نحن بنتكلم عن قبة البرلمان، صار في تحرك برلماني ضد رمضان، فإحدى النائبات وجهت مذكرة لرئيس المجلس طالبت فيها وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب في مصر بتوضيح إذا كان محمد رمضان بيدفع الضرائب اللي مترتبة عليه، وقالت إنه محمد رمضان اللي بيسمي نفسه نمبر 1 هو أعلى الفنانين أجرا في مصر، وإنه ولا مرة طول مشواره الفني قدم إسهامات أو مشاركات مجتمعية مثل غيره من الفنانين. وقالت كمان أنه واجه في يونيو 2022 اتهام بالتهرب الضريبي لأنه قدم إقرار تحديد ضريبي في بيانات مصحيحة عن أرباحه ومكاسبه وأخفى أرقام دخله الرسمية والصحيحة. طيب للتذكير مشاهدينا، هذه مو المرة الأولى اللي محمد رمضان بيثير الجدل بصوره اللي بيعتبرها كثير من الناس استعراض لفلوسه، فمن قبل طلع في فيديو هو بيرمي الدولارات في مسبح وكانت قصة كبيرة، وهذا غير الصور اللي بين فترة وفترة بينزلها والناس بتعتبرها استعراض لأسطول سياراته الفارهة. في مرة ثانية كمان صارت أزمة وجدل برضو بسبب فيديو عرض فيه فرشة أسنان ومعجون أسنان من الذهب. بعد أشهر من القتال بين قوات فاغنر والجيش الأوكراني في مدينة بخموت، أعلن قائد قوات فاغنر اللي بتقاتل لجانب روسيا أعلن أمس السيطرة الكاملة على المدينة، وظهر عناصر فاغنر في مقطع بيرفعوا رايتهم على أعلى نقطة في المدينة، وبدأ الكرملين يهنئ فاغنر والجانب الأوكراني ينفي الأخبار ويقول هم صحيح دخلوا المدينة لكنها مو تحت سيطرتهم. وبين الأخذ والرد وبين النفي والتهنئة شفنا على تويتر دعوة لزيارة بخموت، فنائب
رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف استغل الفرصة ودعا إيلون ماسك لزيارة المدينة من بعد السيطرة عليها. طبعا ما ننسى أنه ماسك من الأول كان دخل على خط الحرب الروسية الأوكرانية، فمرة عمل استطلاع على تويتر اقترح فيه خطة للسلام بين روسيا وأوكرانيا وطلب منهم التصويت عليه، وهذا عمل له أزمة مع الأوكران. هذا غير خدمة كمان ستارلينك للإنترنت اللي هي تابعة له واللي زود فيها الأوكرانيين، وهذه عملت له مشكلة مع الروس. ماسك اليوم مدعو لزيارة بخموت، واللي بيتساءل عن السبب فالقصة بدأت من كم شهر لما ميدفيديف نشر تغريدة يسخر فيها من استقالة ليز تراس من منصبها كرئيسة وزراء بريطانيا. وقتها رد عليه ماسك وقال له للصراحة أنت متنمر جيد، ورجع زاد تغريدة ثانية قال له فيها بس بالمناسبة إيش الأوضاع في بخموت؟ يعني كأنه كده بيرمي له كلام، لأنه وقتها كانت القوات الروسية متعذبين في بخموت ووضعهم يعني ما كان تمام. المسؤول الروسي يبدو أنه من يومها التغريدة هذه وجعته وشالها في قلبه وما نسيها، وشايل لماسك الرد لغاية الوقت المناسب، لأنه أمس وبعد إعلان فاغنر السيطرة على بخموت رجع للتغريدة اللي من أكتوبر ورد على ماسك وقال له كنت بتسألني عن بخموت، تفضل تعال وشوف بنفسك. على العموم ماسك للأهم ما رد على الدعوة. نكمل حلقتنا مع خبر تاني متعلق بإيلون ماسك. فالملياردير أخباره اليوم مو بس متعلقة بالسياسة والحرب الروسية الأوكرانية، بل كمان بموضوع ملح وكثر الحديث عنه مؤخرا وصاير طبعا عنوان أساسي معانا. طبعا نحن بنتكلم هنا عن الذكاء الاصطناعي، فإيلون ماسك من أوائل الناس اللي استثمروا في الذكاء الاصطناعي، ورجع لاحقا أعرب عن ندمه على الموضوع وصار من قادة المعسكر اللي بيدعو لتخفيف استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنين الموضوع حذر من خطورته. وفي مقابلة مع CNBC من كم يوم جدد إيلون ماسك موقفه. I think it's very much a double-edged sword. I think there's a strong probability that it will make life much better and that we'll have an age of abundance. And there's some chance that it goes wrong and destroys humanity. Hopefully that chance is small, but it's not zero. ماسك ما حذر عموما من الذكاء الاصطناعي وبس، لكن كمان أعرب عن ندمه الشديد عند فيما يتعلق تحديدا في استثماراته السابقة في شركات الذكاء الاصطناعي. نحن بنتكلم هنا ترى عن تحديدا OpenAI اللي هي الشركة اللي بتملك ChatGPT واللي ماسك كان من مؤسسيها. The reason OpenAI exists more than helped. It wouldn't exist without you. I came up with a name. I fully admit to being a huge idiot here. مثل ما شفتوا ماسك كشف لأول مرة أنه هو صاحب فكرة الاسم أصلاً، وأنه لو لا أصلاً ما كان حيكون في شركة OpenAI، وقال أنه أسسها لأنه جوجل كانت مسيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي تماماً، لكن اعترف كمان أنه قلل بينه وبين نفسه بداية من OpenAI وأنه كان أحمق كبير لما نستخف فيها. ماسك كان من مؤسسي الشركة وتركها في 2018 بسبب خلافات مع المؤسسين التانيين. طيب بعدها بسنة الشركة اللي بدأت غير ربحية تحولت لربحية. ماسك وجه سهام في تصريحاته كمان لأحد مؤسسي جوجل اللي قال إنه حذروا مرارا من مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشرية، لكن مؤسس جوجل ما كان فارق معه. I used to be close friends with Larry Page, and I would stay at his house, and we'd have these conversations long into the evening about AI. And I would be constantly urging him to be careful about the danger of AI. And he was really not concerned about the danger of AI and was quite cavalier about it. إيلون ماسك ومؤسس جوجل لاري بيج كانوا أعز أصحاب بحسب كلام ماسك، وخسروا بعضهم بسبب خلافهم في وجهات النظر بخصوص الذكاء الاصطناعي. تصريحات إيلون ماسك عن OpenAI فتح فيها جبهة صراع ثانية بينه وبين مايكروسوفت، فإيلون حذر من التحكم الأكبر لمايكروسوفت في OpenAI اليوم، وقال إنه الموضوع أكبر مما يظن قادة الشركة. مايكروسوفت ما استقبلت التصريحات بهدوء أبدا، وطلع رئيسها وقال إنه شركته ما بتسيطر على OpenAI كما يدعي ماسك. للعلم مايكروسوفت بدأت الاستثمار في OpenAI 2019، وللآن حجم استثماراتها التراكمية في الشركة 13 مليار دولار.
جورجيا دولة أوروبية كانت يوما ما جزء من الاتحاد السوفيتي، ومثل معظم الدول اللي مثلها البلد مكسومة، ناس مع روسيا وناس ضد وميالين لأوروبا والغرب، والدولة يعني من الدول الطامحة في الانضمام للاتحاد الأوروبي ومقدمة طلب في هذا الخصوص. لكن الدنيا في جورجيا حاليا مولعة تظاهرات، والسبب العلاقات مع روسيا. القصة أنه في 2019 قامت مظاهرات في تبليسي ضد موسكو، فقامت موسكو وحذرت الطيران مع جورجيا. من كم يوم ودون سابق انذار طلع بوتين وأعلن استئناف الطيران مع جورجيا، ومو بس كذا، لكن كمان قال إنه الجورجيين ما يحتاجوا فيزا لدخول روسيا. كثار من الجورجيين مو عاجبهم الموضوع وطلعوا مظاهرات واشتبكوا مع الشرطة وولعت الدنيا في الشوارع، ومعظم المحتجين خايفين يكون هذا مدخل لتوسيع نفوذ روسيا في البلد، أو أن الموضوع يأثر على طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي. الاشتباكات هذه انتقلت من الشارع ووصلت كمان لقبة البرلمان، اللي النواب في مسكوا في بعض، شيء مع وشيء ضد استئناف الطيران مع روسيا. العلم رئيسة جورجيا ميالة للغرب ومنتقدة القرار، وحساباتها مشغلة اعتراض على القرار. لكن الكثير ما يعرفون أنه في جورجيا منصب رئيس الدولة منصب شرفي، واللي بيحكم فعليا هو الحكومة ورئيسها، ورئيس الحكومة مع القرار وميال لروسيا. كل اللي قلت لكم هذا هو خلفية للخبر اللي جاي، واللي حقيقة من أغرب ما يكون. فاللي صار أنه رئيسة جورجيا اعترضت على القرار وقالت أنه راح تقاطع الخطوط الجورجية لأنها استأنفت رحلاتها مع روسيا. لهنا نص العجب، خلينا نشوف النص الثاني. رئيس الدولة حتقاطع شرطة أو أنه شركة طيران بلدها يعني، لكن الأعجب أنه شركة الطيران ردت وقالت أنه هي اللي راح تحضر الرئيسة من استقلال طائراتها، وسمتها شخص غير مرغوب فيه، وقالت لا ترى ما حنشيل الحظر إلى أن تعتذري من الشعب. مشاهدينا، وصلنا لختام حلقة اليوم. أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم. في أمان الله.